هل من السنة اتخاذ كنية؟ يجوز أن تتخذ كنية ويجوز أن لا تتخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، أبو بكر كنيته أبو بكر اسمه عبد الله، عمر كنيته أبو حفص، ومن الناس من اشتهر بكنيته ومنهم من اشتهر باسمه. أما ما أورده بعض العلماء إذ قالوا لا تستحب الكنية لأن الله ما ذكر نبيا من الأنبياء في القرآن إلا باسمه، يا موسى يا عيسى يا نوح يا داود يا، لكن ذكر فقط بالكنية أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، فهذا ليس بمسوغ لأن النبي استعمل الكنية.